إذن قيس سعيد رئيسا لتونس أمامه الكثير من المهمات، لأجل ذلك ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة التونسية الكاتب والمحلل السياسي سليم الحكيمي. سي سليم، مرحبا بكم. يعني أدى الرئيس التونسي الجديد قيس بن سعيد اليمين الدستورية أمام البرلمان في مشهد تاريخي، ولكن كيف وجدت رد فعل الشارع التونسي حيال هذا المشهد؟ نعم، شكرا لكم ولقناتكم الموقرة في تركيا الحبيبة ومن العراق وكل السادة المشاهدين. نعم. الحدث كان جدلا في تونس وكان منتظرا. وصل الرئيس قيس سعيد الى البرلمان ووصل الى قصر قرطاج حيث ادى اليمين الدستورية. نعم. هذا المشهد يعني عندما تقارنه بانتقال السلطة في سوريا سنة 2000 عندما وقع تنقيح الدستور صباحا وتنصيب بشار الأسد مساء، عندما تقارنه ب 3 جويلية 2013، عندما تقارنه بكل النكسات والنكبات والجوار العربي الذي يعيش الاستبداد، على الأمة أن تفخر بهذا المثال الذي يصدر هذه الثورة يمينا وشمالا، حتى بأخطائها صار يصدرها. هذا الحدث كان هاما جدا، وقيس سعيد يتقدم. نعم، تقريركم كان صائبا، ليس له سند حزبي ولكن له سند شعبي، بما أنه 3 ملايين من سكان تونس من الناخبين صوتوا له، وتجاوز بذلك اضعاف تقريبا ضعفي الباجي قيد السبسي، رغم انه طيب. كان له اجماع. سي سليم، الرئيس قيس بن سعيد تعهد بمحاربة الفساد، لكن هل يمتلك أدوات في هذه المعركة ضد خصم قوي متجذر في الدولة التونسية قديما، خاصة في عهد زين العابدين بن علي؟ هو لا يمتلك الأدوات، ولكن يمتلك القدرة على توفير المناخ. قصر الرئاسة في عهد الباجي قايد السبسي كان مناخه مناخا فاسدا، جاء الرجل لحماية الفاسدين. وكل الذين فسدوا في عهد بن علي وفي عهد بورقيبة، الاستبداد تمادى إلى عصور في تونس إلى عقود. كل الذين وقع فضحهم بثورة 2011 احتموا بخيمة قصر قرطاج واحتموا بالباجي قايد السبسي، وجدوا هذه المظلة في قصر قرطاج، ثم صارت هذه المظلة أيضا مصدرا للفساد، ووقع الانقسام في القلب بين السلطة التنفيذية والسلطة بين قصر الرئاسة وقصر الحكومة. التونسيون يتشوقون إلى تجاوز ذلك السلك السياسي، هذه تقريبا الذي وقع في تونس وأضر بالبلاد كثيرا وأضر وضيع عليها 5 سنوات. مقاومة الفساد الحقيقية يمتلكها رئيس الحكومة. صحيح أن الرئيس هو أيضا من السلطة التنفيذية، ولكن السلطة الفعلية الحقيقية في تونس رئيس الحكومة. ولكن دعنا ننتبه إلى شيء واضح، هو أنه عدم التناغم بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة في مقاومة الفساد، هذا يمكن أن يعطل العملية. وإذا وقع التناغم هو الذي سيسهل عملية مقاومة الفساد. كل المؤسسات الدستورية التي صنعت لمقاومة الفساد كانت من الباجي قايد السبسي، وكانت من رموز النظام القديم، وكانت كلها لتغطية على هذا الفساد. هنالك فساد مستشري في تونس ويخسر الدولة 12,000 مليار، والآن عنا 3,000 مليار من مرسوم المصادرة، الذي هذا يجب أن نفهمه، 3,000 مليار دولار من مرسوم المصادرة الذي جاءت به الثورة، ولكن توقف مع عهد الباجي قايد السبسي واحتمى الفاسدون بقوانين، والآن تعرض قوانين أخرى ويتجاهلون هذا الذي يمكن أن يوفر لخزينة الدولة ما يوفره، وكأنهم يريدون أن يقفزوا على ما اقترحه حكم ترويكا من إصلاحات. تونس أمام مشكلة كبيرة جدا في قضية هذه المديونية، تقريبا تقترب من اليونان، وهذا خطر كبير. يعني من سنة 2016 كانت الدين العام 65 مليار دينار تونسي، الآن 100 مليار دينار تونسي، وهذه المديونية قائمة. وحتى خطاب الباجي قايد، حتى خطاب الرئيس اليوم تحدث عن هذه المديونية وعن مقترحات شباب الفيسبوك. طيب، كإمكانية التبرع. نعم. سي سليم، في الشق الاجتماعي الرئيس اليوم في كلمته أكد عدم المساس بحق المرأة، أيضا طالب بمزيد من الحقوق لها، ألا ترى أن ذلك يعد تراجعا عن موقفه السابق، لا سيما فيما يخص الميراث؟ لا، على كل حال هو الميراث ليس لا يحظى بإجماع في تونس من قبل الشعب التونسي. هذه اقترحته النخبة تمثل 0.0001، وهذه النخبة كنست كنسا في الانتخابات الأخيرة. حتى الرئيس بورقيبة نفسه هو لم يستطع أن يركز على هذا الميراث بعد رسالة من جماعة عبد العزيز في السعودية حينما ناقشته في قضايا الصوم واعتبرته مرتدا، ولذلك تجنب قضية الميراث هذه
المهم أن يتجنب هذا الهجوم الخليجي المؤسساتي من حول قضية الميراث وعارضه شيوخ تونسيون. ما لم يستطع فعله بورقيبة أراد أن يفعله الباجي قايد السبسي، ولم يلاقي استحسان الحقيقة في الواقع الشعبي العام، أولا لأنه مساس بالدين، وثانيا لأنه ليس مطلبا شعبيا لا علاقة له بالمطالب. وكانت الانتخابات التشريعية والرئاسية ردا على كل هؤلاء الذين ذهبوا إلى قضايا جانبية وهامشية. نعم. من العاصمة التونسية، آسف لضيق الوقت، الكاتب والمحلل السياسي سليم الحكيمي، شكرا جزيلا لكم.